مباركة. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. هذه الآية المباركة أولا تريد أن تبين بأن المنافق يعيش في ظلمة لا في نور، يعيش في ظلمات لا أنه يعيش في نور وأنوار، وإلا إذا كان يعيش في نور لا يحتاج أن يستوقد نارا، لا يحتاج إلى النور، داخله نور باطنه نور، فإذا كان داخله باطنه نور لا يحتاجه. ولكن لما كان داخله ظلمة باطنه ظلمة لأنه أطفأ نور الفطرة، عند ذلك يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى النور الظاهري. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. هذه نقطة. النقطة الثانية التي تستفاد من الآية المباركة هو أن هذا النور يوجده الإنسان بيده، مو أن الله سبحانه وتعالى ومن لم يجعل الله له نور فما له من نور. هذا النور من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. لو استوقد نارا استوقد نارا حتى يحصل على النور، وإلا ليس هو النور الإلهي الذي يعطى لهذا الإنسان. فلما أضاءت ما حوله. النقطة الثالثة التي تستفاد من هذه الآية المباركة أن هذا النور نور جزئي لا يستطيع أن يضيء كل شيء، وإنما يضيء شيئا محددا. فلما أضاءت، ولكن ما حوله هذا المقدار الضيق، هذا الإنسان لا يستطيع أن ينظر بنور الله. المؤمن ينظر بنور الله، والنور الإلهي محدود متناهي جزئي، أو أنه لا محدود لا متناهي. فلهذا الآية المباركة قالت فلما أضاءت ما حوله، لأنه هذا النور لا يمكنه أن يتجاوز هذا المقدار، لأنه من صنع الإنسان لا من صنع الله سبحانه وتعالى. فلهذا إذا كان النور نورا إلهيا فعند ذلك يكون المؤمن ينظر بنور الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له فرقانا. أما مثل هذا الإنسان ليس كذلك، كل ما يستطيع بواسطة الأسباب الطبيعية التي لا فرق فيها بين المؤمن والفاسق والفاجر والكافر والمنافق، الكل يستطيع أن يستفيد من هذه الأسباب الطبيعية، هذا الإنسان أيضا يستطيع أن يستفيد من هذه الأسباب الطبيعية. ولكن ذلك النور الإلهي الذي لا يستطيع أن يستفيد منه إلا المؤمن، وآثاره أيضا تبقى بعد ذلك، كما سيشير إليه السيد الطباطبائي. يقول هذا النور نور، فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. خب إذا كان هذا النور يوجد بالأسباب الطبيعية، فأسباب طبيعية أخرى أيضا تقف أمامه، لأن العالم عالم ماذا؟ عالم التزاحم، عالم التمان، وعالم التضاد. إذا كان هذا يوقد نارا للاستضاءة، تأتي ريح ماذا؟ أيضا تطفئ هذه النار. هذه ذهب الله بنورهم، هم مقصود ذهب الله بنورهم يعني عن طريق الإعجاز، لا الأسباب الطبيعية، هي العالم عالم التزاحم، عالم التضاد، عالم التمانع. هذا يستوقد نارا للإضاءة، وتأتي ريح أو يأتي مطر ماذا؟ ليطفئ هذه النار. ولا يتوقع من الله سبحانه وتعالى مثل هذا الإنسان الذي انقطع عن الله واستعان بالأسباب الطبيعية أن الله سبحانه وتعالى يقف أمام الأسباب الطبيعية لأن يبقى هذا النور مضيئا للطريق للوصول إلى الهدف. لأن هذا الإنسان عندما أوجد هذا النور لم يستعن بالله، إذن لا يتوقع من العناية الإلهية واللطف الإلهي الخاص أيضا أن يقف أمام الأسباب الطبيعية حتى لا تزاحم هذا النور الذي وجد من خلال إيقاد النار. قال فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. هذا النور الذي أوجدوه الأسباب الطبيعية جاءت وأيضا قضت على هذا النور، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. طبعا في ظلمات لا يبصرون البصر الظاهري، وهذا منشأه تلك الظلمات التي هي للبصيرة الباطنة.
لأن هؤلاء من حيث البصيرة كانوا على نور أم كانوا على ظلمة؟ كانوا يعيشون الظلمات من حيث البصيرة للظلم، كانوا يعيشون النور من حيث البصيرة. من حيث البصيرة كان أعمى، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، فهو من حيث البصيرة أعمى، إذن يعيش في الظلمات. فمن الطبيعي أن الأعمال التي تصدر منه تكون مسانخة أيضا لذلك. فمن حيث الظاهر أيضا يعيش ماذا؟ يعيش ظلمة ظاهرية. فكما لا يوجد عنده بصيرة باطنية، لا يوجد عنده بصر ظاهري. قال وتركهم في ظلمات لا يبصرون. طبعا لا يتبادر إلى ذهن الإخوة بأنه مثلا يعني هو أعمى، لا هو يرى ولكنه يتخبط يمينا ويسارا، لا يمكنه أن يكون على الطريق المستقيم. مثل هذا الإنسان لا يعيش حالة الاطمئنان، حالة السكون القلبي، وإن كان يملك ما يملك. فلهذا قال صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هؤلاء لهم أعين ولكن لا يبصرون بها، ولهم آذان ولكن لا يسمعون بها، ولهم قلوب ولكن لا يفقهون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هؤلاء الذين قالت الآية المباركة عنهم عندما وصلوا إلى هذه الحالة، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. هؤلاء بعد لا مجال للرجوع، يعني هم قطعوا كل طرق الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. عند ذلك يكونون في هذه الحالة صم بكم عمي فهم لا يرجعون. ولكنهم ما داموا في هذه الدنيا يستطيعون أن يستفيدوا من النور ولو بنحو جزئي، لأننا ذكرنا أن هذا العالم عالم التزاحم، عالم التضاد. هذا العالم أنت يمكنك أن تستفيد من الأسباب وقد تصل إلى نتائج، ولكن الآخرة بعد لا يمكنك أن تحصل على نتائج إلا نتائج عملك، بعد لا يمكنك أن تحصل على نتائج أعمال وهذه من الخصوصيات المفرقة بين نشأة الدنيا ونشأة الآخرة. أنت تستطيع في هذه النشأة أن تستفيد من نتائج أعمال الآخرين، هسه جزافا، سرقة، زورا، استبدادا، ظلما، قد تستفيد من نتائج أعمال الآخرين. ولكنه من خصائص النشأة الأخرى أنه لا يمكن لأحد أن يستفيد من نتائج أعمال الآخرين، هو وعمله. فلهذا في هذه الدنيا حتى هذا المقدار، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت، يستطيع أن يستفيد، ولكنه هناك هذا المقدار في النشأة الأخرى، يوجد هذا المقدار من الضوء والنور أو لا يوجد؟ بعد لا